التو بلوكس اللي هون هم الكنترولرز، التو بلوكس اللي هون اللي هم الموديل تبع البلانت. هلا انا اذا ما عندي الموديل، اذا ما عندي البلانت نفسها مش مسموح لي اروح اشتغل عليها، شو لازم اعمل؟ لازم يكون عندي هون سيميليتر، والسيميليتر استعمله من هون حتى اقدر ادرس استراتيجيه. فانا ايش طلعت؟ موديل للبلانت. ايش الهدف من الموديل تبع البلانت؟ 1 و3، متذكرين 1 و3؟ افهم البلان بروسيس بشكل احسن واطلع كنترول استراتيجيز الها. هلا بامكاني انا اقعد هون ساعات وانا اشتغل فيها بدون ما اروح على البلانت الحقيقيه، اذا طبعا الموديل تبعي هذا دقيق. هلا الموديل تبعي هذا يمكن يكون قاصر في اشياء معينه. طلعوا على داخل الموديل راح تشوفوا اظن احتمال كبير في الحالتين، او على الاقل هون لازم يكون في عندنا هاي الديد تايم ديستربنس ديلي، هو اسمه في السيميلينج ترانسبورت ديلي. ترانسبورت من كلمة ترانسبورت، انه في عندي ترانسبورت، في عندي زمن حتى انتقل، والزمن تبعه 35 مش هيك؟ 35 ثانية. فعندي ديد تايم في البروسيس، يعني لما يصير في تغير بدرجة حرارة المحلول اللي داخل هذا ما راح يبين في درجة حرارة المي اللي داخل على التانك الا بعد 35 ثانية بسبب طول البايب وسرعة الفلو. هلا عندي هون، وهذا عندي هون الديستربنس موديل كمان حاطينه اظن. ايش هاي البروسيس هون الترانسفير فانكشن تتوقعوا من انتم معرفتكم بالسيميلينج والمات لاب؟ ايش هذا؟ فيرست اوردر سيستم. اوكي؟ هذا عباره عن 1 على 25 اس بلس 1. قديش الستدي ستيت جين تبعه؟ 1. قديش التايم كونستنت تبعه؟ 25 ثانية. دائما الأحسن إنك تحط ستيدي ستيت بين 1 إذا بتقدر تحطه بهذا الشكل. فهاي هون، فصار الديستربنس موديل هو عبارة عن ترانسبورت ديلي 1 على 25 اس بلس 1، وهاي أظن بتكون اي تو ذا ماينس 35 اس، مضبوط؟ هاي صارت الترانسفير فانكشن تبعت الديستربنس. فلازم انا اكون عارف الموديل تبع هذا السيستم. هلا كمان من الاشياء اللي تلاحظوها كثير في جماعه البروسيس كنترول، جماعه البروسيس كنترول بلاقوا احيانا صعب انه هو يطلع السكند اوردر او الثيرد اوردر او الانف اوردر موديل للبروسيس. هو حتى مش عارف انه هي سكند اوردر او ثيرد اوردر، ببسطها بشغلتين. شو بحط؟ بحط لها ديد تايم وفيرست اوردر. البروسيس السكند اوردر بروسيس او ثيرد اوردر بروسيس لما بعطيها ستيب فانكشن الريسبونس تبعها عاده بيطلع هيك. متذكرين اللي اخذ زيجلر نيكلز او كوين كون؟ فهون هذه بعتبرها كانها هي عباره عن ديد تايم، اظن بنسميها ال مش هيك؟ فيرست اوردر سيستم. هلا هي البروسيس اعقد من هيك، البروسيس الفعليه، ليش بعرف انها اعقد؟ هاي شكلها زي ايش؟ زي حرف الاس، اذا هي مش فيرست اوردر سيستم. المشتقه الاولى زيرو، ويمكن تكون المشتقه الثانيه زيرو، ويمكن المشتقة الثالثة زيرو. إذا كان فيرست أوردر سيستم المشتقة الأولى مش زيرو، الفاليو نفس الفانكشن زيرو. إذا كان سكند أوردر بتكون المشتقة الأولى زيرو، إذا ثيرد أوردر المشتقة الثانية زيرو. فبصير شكل هذه الريسبونس لفيرست أوردر سيستم لستيب فانكشن بهذا الشكل. هو حتى يبسط على حاله شو عمل؟ قرب الموديل تبع هذا السيستم، قربه لديد تايم وفيرست أوردر سيستم. وأظن بتلاقى هلا هون، هلا الشيء المهم هون إنه في الفيد فورورد كنترول حطوه تحت ماسك، حط هون ديد تايم 25 تقريبا، ال 25 سبيها بال. فكاني عمالي بقول اذا انا بدي اتعامل مع سيستم فيه ديد تايم احيانا لازم اخذ بعين الاعتبار الديد تايم اللي موجود في البروسيس احطه بالكنترولر. فكاني عمالي بقول اذا انت بدك تعالج مشكلة معينة ما تبدا تعالجها مباشرة وهي مش راح يطلع اثرها غير بعد فترة. تمام. وهذه مشكلة كبيرة كمان عند البروسيس كنترول، مشكلة كبيرة هي معالجة الديد تايم، أحد الطرق لمعالجتها اسمها سميث بريدكتر. نشوف إذا ضل معنا وقت نطلع عليها، أوكي؟ هلا هون خلينا آخر شيء بس نطلع على الفيدباك كنترولر. طبعا هذا السويتش ايش الهدف من هذا السويتش اللي هون؟ عشان أطفي الفيدباك كنترولر. احنا كنا نحط نشغل واحد او الثاني، اوكي؟ فهذا السويتش بيصير هو حسب السيتنج اللي بعمله. هلا هاي الفانكشن، ايش هاي الفانكشن طلع عليها؟ ايش فيها؟ ايش في بالمقام مش بالبسط، في المقام شو في؟ 24.560 يعني في اس اللي هي الاي، في عندي بول في الاوريجن، انتجريتر في الاوريجن، وعشان يتخلص من ستيدي ستيت ايرور. هذا اظنه بي اي دي كنترولر، لانه فوق ايش عندي؟
ولا لا لا مزبوط لا فيش غير تو تيرمز فوق مش هيك فكانه هذا بي اي كنترول بي اي كنترول الاي حتى يتخلص من هذا الكل فاهم هاي الفانكشن شو بتمثل اللي فوق شو هو النيوميريتر اللي تحت الدينومينيتر هذول بيمثلوا معاملات ايش الاس البولينوميال تبع اس فهاي ترانسفير فانكشن عباره عن 30.31 اس بلس 1.23 على 24.56 اس فبيطلع هاي كانها بي واي Proportional Integral Controller من هون ما أخذها مش حاطط دي أنا كنت أفكر أنه حاطط دي ما فيش دي هون أوكي بس بي آي الهدف من الآي إيش إني أعمل أتخلص من Steady State Error أوكي ونفس الشيء هون في موديل للتنك والموديل للتنك كمان حاطط فيه Delay والDelay هون 14.7 Dead Time وعامل له موديلين ك إيش هون الأوردر تبع السيستم First Order بTime Constant كأنه Time Constant 21.3 ميز بين التايم كونستانت والديد تايم. الديد تايم ما بيصير ولا شيء نفس اللي بعطيها للسيستم هي نفسها بتطلع هو كانه زيرو اوردر سيستم بس ايش اللي فيه في ديد تايم الفيرست اوردر سيستم لا اول ما بدخل ستيب فانكشن مش بده يتغير الاوتبوت بس بتغير كانه فيرست اوردر سيستم